يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدين ومستمعين الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الساعة من برنامج الإسلام والحياة، والذين نستضيفه في مثل هذه الساعة في مثل هذا اليوم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بعجيلة حفظه الله تعالى، والذين نتناول معه أمور النوازل ويعني تذكير بالله سبحانه وتعالى، وكذلك مواصلة للبرنامج أو الحلقات بل الإنسان على نفسه بصيرة. وقبل أن نبدأ مع فضيلته حفظه الله تعالى، نذكر بأرقام الهواتف التي تأتيكم تباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 021-33-47-401، الرقم الثاني 021-33-47-402، والرقم الأخير 021-33-47-403. فأهلا وسهلا بكم، ونستقبل إن شاء الله أسئلتكم واستفساراتكم بعد مضي نصف ساعة من بداية البرنامج. نرحب معا وسويا بصاحب الفضيلة الشيخ محمد بعجيلة، حياكم الله شيخنا، مرحبا بكم. وبك والمشاهدين والقناة، جزاكم الله خيرا. نسأل الله يحفظكم شيخنا وينفع الله بكم. شيخنا، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ما زلنا في نفس السلسلة تقريبا، الحلقة السادسة في نفس أو السابعة في نفس الموضوع. شيخنا، ما زلنا في الحديث، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا أو أمرا رشدا كما ذكرت حضرتك في الحلقة الماضية. وللأسف أن بعض الناس يعني يطعن في العلماء ويعظم الحكام، ويعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فشيخنا، الاتصال الماضي الذي اتصل هذا الأخ وتكلم عن عز بن السلام، شيخنا لعلك عندك شيء تريد أن تتمه في هذه الحلقة، بارك الله فيكم، فلكم الحديث شيخنا، تفضل. جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمدٍ علم الهدى، وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقلة سنته وكل من بيقتدى، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بعد الحلقة الماضية أن أصدر الدرس بالدعاء الذي أثر عن السلف وصح عنهم وأحياه العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام سلطان العلماء والفقيه المعروف في أيامه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا تعز فيه وليك وتذل به عدوك، ويعمل فيه بطاعتك ويتناهى فيه عن سخطك. ما أحوجنا لمثل هذا الدعاء، عسى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ به العاصمة، وأن يحفظ به دماء المسلمين وأموالهم في ليبيا وفي غيرها، وأن يكون الأمر إلى أهل الرشد وأهل الخير وأهل الطاعة لله. يأمر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ولما جاء الذين يفرحون بالضعيف قبل القوي
إذا كان في صالح الحكام و يدفنون ويدسون ما كان ضدهم ولو كان في الصحيحين ولو كان متواترا نفاقا للحكام، فأنكروا هذا الدعاء وأنكروا على الأئمة أن يدعوا بهذا الدعاء. وبينا أنه من عهد السلف من حبيب بن طلق إلى سفيان الثوري ثم أحياه العز ابن عبد السلام. ونحن أمرنا بالطاعة بالحق لأهل الحق، بالحق لأهل الحق. وعندما يقع التدليس ولو جلد ظهرك وأخذ مالك، نعم، لكنه لم يقل صلى الله عليه وسلم وإن جلد دينك وأخذ مال المسلمين. ينبغي أن يتبين الناس، لا حاجة. والله سمعت فضيلة المفتي، سمعت الشيخ الددو، سمعت بعض المشايخ يعني يسارعون إلى تعريف الناس بالحديث، وهذا طيب، لكن المسألة أوضح واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. لم يقل وإن جلد دينك، جلد ظهري أسكت، جلد أخذ مالي، نعم قد أسكت، لأن المسألة أما لا، لم يقل ولو جلد دينك، ولو جلد دينك وأخذ مال الأمة، ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فما يقال في الحاكم من طاعته وهو على الحق أو كان على غير ذلك ولا يستطاع شيء معه، لا، لكن لا، ما قال أحد أن نتملقه، ما قال أحد أن ننافقه، ما قال أحد أن نكون عرابين له. المسألة يا إخواني واضحة، إذا لم تخرج عليه ورأيت المسألة يعني فيها منع شرعي أو مانع شرعي، لكن لا تكون عرابا، لا تكون منافقا. أما أن تخرج عنه حتى الدعاء تقول له أن هذا فيه شأن، ما يصيرش. الحقيقة المتصل في الحلقة الماضية تكلم عن الشيخ العز بن عبد السلام، وأنا حاولت أبحث على المسألة يعني هكذا، الكلام اللي قاله العام ما فيش مشكلة كونه أشعري وكذا إلى آخره، لكن الذي أوقفني شيخ عبد الباسط وأيها المستمعون الكرام وأيها المشاهدون العظام، الذي استوقفني أن المسألة مو سؤال عابر سأله أحد طلبة العلم أو العامة وكذا، لا، المسألة ظاهرة، ومسألة يعني جند له الجنود وكتبت فيها الكتب والمقالات حقيقة. لماذا؟ والأمر واضح والله، فعلا من كان على هذا يجب أن يبغض ابن العز. فرأيت أحد الكتاب كتب مقالا حقيقة الشيخ وموقف الشيخ ابن تيمة منه، الشيخ ابن تيمة اللي يقول الفقيه أبو محمد أو عند الفقيه أبي محمد، يصفه بالفقه. رأيت أن هناك أستاذا أو شيخا اسمه خالد بن ضحوي أو ضحوي، عارف اسمه بالضبط، الظفيري أو الضفيري، هذا من يقول من المدينة، أو لما ألف الكتاب في المدينة، هذا عنده كتاب اسمه إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء، تقريبا هذا العنوان. هذا كتاب عندي من فترة وقرأته ولقيت نفسي على الوتيرة، كتاب ملئ بالتدليس. وأنا عندما أقول بالتدليس أراني من باب الاحترام ومن باب مراعاة الأدب، وإلا فهو ملئ بالكذب، لأن درسنا احنا في علم المصطلح المدلس لم يكذب، لأن المدلس لو كذب لطرحت روايته، لكن هو أشبه ما يقول ما يكون لا يكذب لا يقول الحق، لما يقول عن قابل للسماع وقابل لعدم السماع فيجرح في الرواية، أما في الراوي فليست بجرحة كما يقول أهل الحديث. فهؤلاء كذب،
صراحة. والعجيب الغريب أن هذا الشيخ مزكن ومقدم له من الباب العالي. إحنا العزيزية عزيزية ما اخترنا يعني إلى آخره من ليبيا وعزيزية السعودية اللي جينا البلاء كان من العزيزية متاع القذافي وتوى من العزيزية متاع السعودية. على كل حال قدم له الشيخ ربيع والشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي وقدم له الشيخ عبيد الله الجابري. ولا أدري كيف يتواطأ المشايخ مع هذا الذي يكذب أو ينير العبارة يدلس. ذكر يا سيد مش أوريك أن هذا باش تعرف مقالة من الأول تفهم يا أخي. والله هذا البحث مع هؤلاء الناس أكاد أندم عليهم. لماذا؟ لأنه ظهر لي شيء فظيع فظيع من أناس يشتغلون بالحديث ونظن فيهم الأصل الأمانة والحق وأنهم يعرفون الحق يعني يعرفون الرجال بالحق لا الحق بالرجال. كنت أتوقع ذلك لكن في كتبهم رأيت عجبا يحذر من أهل الأهواء ويذكر بدع العقائد ولا ينبه إليها. ما يقولش بدعة عقيدة. يأتي بفلان حذر من فلان حذر من فلان حذر من كذا وكلها 90% 95% منها من بدع العقائد. وهو يحذر من بدع العمل في كتابه. فانظر هو ملأها ببدع العقائد وكل مرة كما ذكر دائما أبدا يذكرون مثلا إمام أحمد 7 عقائد كفار يعني هي بدع في العقيدة مكفرة. بدع في العقيدة مكفرة. حذر العلماء ومنها لأنها كفت أصحابها. هذا طيب هو يجيبها هكذا بدع وخلاص ويعتبرها أهواء ويقصد بها التحذير من العمل من بدع العمل من علمائنا. حتى إنه وفي إحدى الطبعات صفحة 23 لو ترجع غير ما بيش نضيع الوقت في ذلك أنه لما انقل عن الإمام مالك بتر النص لأن باقي النص يكشف يا أيها المسلمون في كل مكان ويا طلبة العلم ويا غفلة ويا غيرك كله لأن باقي النص يكشف كتابه ويفضحه أمام الناس. يمكن مرة ثانية أقرأه عليكم. جاء الإمام مالك من النص ثم اجتدت باقي النص لأن باقي النص يبين ما المقصود بالأهواء عند الإمام مالك فبيقول لك هذا لو نتبت نفضحني. لذلك على عادتهم في الاجتتات والقصد. ولذلك يا أيها المسلمون قلت أكثر من مرة يا طلبة العلم هؤلاء عندما يكتبون الأصل فيهم الكذب إلا من رحم الله والأصل فيهم البتر لا العكس. اقرأ وراجع وشوف. المهم هذا عمك الشيخ أنا جيت معي الكلام تاعه. شوف المقدم لما تكلم على الشيخ العز ماذا قال. فإني لما رأيت كثرة الثناء على العز بن عبد السلام وكثرة ذكره في مصاف الأئمة الكبار كأحمد ابن حنبل وغيره كما فعل كذا كذا أنا قرأني كما فعل سلمان العودة في كتاب عن الإمام أحمد اضطرني ذلك إلى تبيين عقيدته وتبيين ما هو منهجه الحقيقي وهل يستحق هذه المنزلة وما هو موقفه من أهل السنة في عصره. طبعا هو الآن بيقول لك رزي أدام لا يجب أن يقرأ كلامه فعلا. نعم كما ذكرت حضرتك يعني هؤلاء أصبحوا واضحين يعني مفضوحين أمام الناس جميعا وهذه كتبهم شاهد عليهم. أنت الآن شيخنا تقرأ من الكتاب وذكرت الصفحة بارك الله فيكم. يعني نريد صحوة نريد بصيرة لهؤلاء يقظة لابد من أن الإنسان تستيقظ في مثل هذه الحالات شيخنا. فما الحل حقيقة مع بعض الشباب لا يقرؤون مشكلة شيخنا ولا يستمعون ممكن لقنواتنا هذه يعني لأنهم يا شيخنا علموهم أنهم لا تسمع لأهل البدع ولا نصف كلمة وأغلق أذانك. يعني أنزلوا على المشايخ وعلى العلماء ودعاة المصلحين الصالحين يعني أقوال بدع مكفر حول أخت الله بالله في أهل البدع. نعم فضل شيخنا. تدليس ما بعد تدليس. ولذلك ينبغي على الناس أن يحتاطوا الآن يتفطنوا
اقرأوا كتبه وأنت مع العلم. واليوم العلم منشور مش محشور، متوفر. الذهبي في خدمتك، وأحمد الحافظ بن حجر في خدمتك، كتب الموسوعات في خدمتك بأبسط شيء. يعني خرجوا ابن تيمية خرج في غير هذا، ولم وما أمسكوا عليه شيئا من هذا حتى من مع وفرة خصومه. ومن اتهمه بشيء كان هو المدلس والكذاب. لكن هؤلاء سبحان الله. فنقول لما كان العز على هذا الموقف لابد أن يحذروا منه مهما قال العلماء فيه. فالمسألة ماذا فعل معه؟ تكلم كلام في العقيدة ونبش نوري الناس طريقتهم في الكتابة. استوقفني في المقال أنه أشعري كذا إلى آخره، كان مفتونا بالرقص والوجد على طريقة الصوفية إلى غير ذلك. اسمع إليه الكلام كل اللي يبيه. يا أمة الإسلام انظروا إلى هذا الرجل. من هذا المقال شدة من ودنا وتقول له أخرج عن زمرة العلماء. شدار كل ما يبيه اللي يكرهه في الشيخ ابن عبد العزيز ساقه ولم يعلق عليه، قبله. لما جاء المسألة اسمع إليه. وأما عن موقفه تجاه الحكام في عصره فأكثره أولا يحتاج إلى إثبات عنه. المسائل الأخرى ما قالش هذه تحتاج إلى إثبات، لا هذه ثابتة عليه. هذه لأن يبيها. أما هذه اللي ما يبيش أن يكون من العلماء الأمة من يقول بها، كلا والله تحتاج إلى إثبات. إذا كان هذا وهذا، لو قلت هذا عن هذا وعن هذا لقلنا إنك منصف. لكن الإمام الذهبي يقول الإنصاف عزيز. فانظر ما يريده، ماذا فعل؟ أثبت هذا وكأنه من المسلمات. أما ما لا يريده فقال هذا يحتاج. سبحان الله، إما الجميع يحتاج إلى تثبت وإما أن تقبل الجميع، لكن هذه هي طريقته. طبعا أنا لن أناقش الآن في كلمة في إجماع العلماء. هذا تلمس إجماع العلماء تدليس. أي إجماع؟ إجماع العلماء الأمة كلها، إجماع أهل مكة، إجماع أهل المدينة. لو قلت إجماع علماء الحجاز، لو قلت إجماع الحنابلة، لو قلت إجماع اللي أنا على طريقتهم هم على طريقتي، يمكن. شوف التدليس، إجماع العلماء كأن الأمة مجمعة على ما يقوله. وهذا أول التدليس. والعجب الذي لا ينقضي من علماء يزكونه ويعني يقدمون له ويشهدون للناس بأنه على خير. الآن شيخ عبد الباسط، المسألة كالآتي. كون أما أن الشيخ أشعري فهذا لا ننفيه عنه، الشيخ كان أشعريا، لكن أنتم قبلتم قبله البيهقي وقبلتم بعده الحافظ ابن حجر، الحافظ البيهقي طبعا، وقبلتم الحافظ البيهقي والحافظ النووي على أشعريتهما أو على أشعريتهم. أشعرية البيهقي يمكن تكون 60% 70%، والأشعرية شبه الكاملة للإمامين الحافظ ابن حجر والحافظ النووي. فكيف كان جماعة اللي يسموهم حدادية كانوا أسبق لهجة على ما هم عليه من نبذ للأشاعرة، لكن يعني مشوا عليه وتيرة واحدة، قالوا الأشاعرة هذه بدعة مسقطة، فأسقطوا الحافظ ابن حجر وأسقطوا النووي. هذا من قبل على الأقل مشتبوا على وتيرة واحدة. أما هؤلاء يسقطون بالأشعرية أهل زمانهم ولا يشعرون من قبله، ويقول لك والله يا دوما أهل الفضل وأهل العلم أنتم لا تقولون بالموازنات. يعني مش تعرف أنه منهج يعني استقاه بشر ونسبوه بشر عاديون خلفيون ونسبوه للسلفي زورا وبهتانا في كثير منه، وخاصة فيما يتعلق بالسياسة
الشرعية. أنا أقول للأشاعرة لماذا؟ يعني الآن إذاعات مفتوحة ما ل 24 ساعة هم يجرحون الأشاعرة، لماذا لا تفتح إذاعات للرد على هؤلاء؟ لماذا للرد عليهم؟ لأن في الرد عليهم ينقص غلوهم، هم الآن يظنون أنهم على الحق المطلق وأنهم عندهمش أخطاء، وخاصة خاصة من المتأخرين الصحابة والسلف علينا والرأس باي، حتى يقع إذاعات. يعني أنا يعني منكم مستقبل لا أدري، انبسط الله في العمر ووجدت مثل هذه الإذاعات يمكن أن يبين المسألة، لكن نعم. سأضرب مثالا واحدا، قلت من قبل نعم. يسعنا ما يسع السلف في عقيدتهم، ما وسع مالكا والأئمة الأربعة وأهل الحديث، هذا لا أحيد عنه، لكن مع هذا لا نفسق الأشاعرة، لا نفسق الأشاعرة ولا نضللهم في العموم، أما في الجزئيات قد يقع ذلك حتى نعم. من الأشاعرة أنفسهم باهي. لكن سأضرب مثلا نعم. ليخيني الغفلة اللي مسكين يقول أشعري 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 هذا مؤول هذا كذا، لا يا ابني، تبين الصفات اللي ما فيهاش كيف تفقوا لها الأشاعرة، ما يجوز يكون صفات أولها لا نعم. صفات مجموعة من الصفات ما أولهاش أثبتوها لله سبحانه وتعالى، حتى التي ثبتت ثبوتا قويا وأنها صفات ووقع معها في العقل شيء، كما قال ابن عاشر والسمع والبصار والكلام بالنقل مع كلامه ترى بالنقل مع كماله ترام، يعني أثبتوها نعم. بيقولش العقل رأوا، لا العقل هم يثبتون، الأشاعر يثبتون أن الله يرى يوم القيامة بلا جهة، هذا قمة مصادمة العقل، إذن هم أثبتوها مع منافاتها للعقل، إذن هم رضوا بالشرع، لكن الصغيرين هذوم الغفلة يقول لا هذوما حكموا العقل في الشرع، سبحان الله. هذه واحدة، اختلفوا في الصفات اللي الآن يعني فيها اجتهاد، ما فيهاش نصوص واضحة من السلف، فيها اجتهاد، هل هي صفة، صفة ذات، صفة فعل، ما هي؟ وضربوا للناس مثلا، الآن أنت تقول يا علي، أنت الآن تقول يا قدير، أنت تقول يا سميع الدعاء، تدعو الله، هذا نتفق على جميعا، هل يجوز لمسلم أن يقول اللهم يا ضاحك أضحك سني ولا أضحك أيامي؟ لا نعم، ما حد يستطيع يقول هذا، يقول الله يا ضاحك، ينادي البولة نعم. بأنه ضاحك، سواء من نعم. أولها، سواء من أثبتها لله على ما يليق به صفة الضحك نعم على نعم. لا هم اثنين، هناك من أولها نعم. على الرضا أو غيره، وهناك من قال هي صفة لكن على ما يليق بالله سبحانه وتعالى ولا نعلم عنها شيئا. طيب نعم. كلاهما يتفقان أنهما لا ينادى الله بأنه ضاحك ولا يقال يا ضاحك، إذن المسألة لو نعم. اختلفوا في عليم قدير اللي أنت تقول فيها يا عليم ويا قدير نقول لك عنده مشكلية، لكن أنت اختلفوا في بعض الصفات اللي هي فعلا فيها شيء ولم يثبت فيها عن الصحابة وعن السلف شيء واضح تمام الوضوح، إلا العموميات، ومع العموميات حتى أنت لم تثبتها يا أيها اللي تقول أنا ضد الأشاعرة لم تثبتها إثباتا يوافق غيرها كباقي الصفات، إذن ثمة فرق ما بين صفة وما بين صفة، فاحتمل الاختلاف. فأنا أقول جميل. على نعم. على مذهب السلف في الصفات، لكنني لا أكفر الأشاعرة فضلا، لا أضللهم فضلا عن تكفيرهم، حتى أصبح الآن أشعري نعم. حتى يا رجل هذا العز هدموا عمل صلاح الدين الأيوبي بأنه أشعري، يا رحمة الله يحلي في منازلنا، الأشاعرة شرحوا الكتاب
كبار مفسرين من الأشاعرة، كبار شراح الحديث من الأشاعرة، حتى إن بعضهم قال لم يشرح البخاري إلا الأشاعرة. ولما قام خصومهم استخرجوا واحدا أو اثنين، ابن رجب ما كملاش رحمة الله عليه. يعني تصور هل كم الكبير من شراح البخاري؟ يعني سبحان الله رب العالمين هذه الجيوش. ولذلك ابن تيمية مع موقفه، لأن المثل في عصره كان لها ما لها فانبر لها رحمة الله عليه، باي وألفت رسائل، حتى رسالة دكتوراه تقريبا من 3 مجلدات موقف ابن تيمية من الأشاعرة. ابن تيمية لما انظر الفرق بينه وبينهم الآن، لما اشتد الخطب على آل الإسلام حارب وقاتل تحت لواء الأشاعرة، حتى تحت لواء الأشاعرة، لأن عندك ترتيبات جمعتهم المقدمون وبعدين الأشاعرة وبعدين هم 2 على عدوهم التتري أو على عدوهم الكافر. فالمسألة الشيء الثاني على عز بن عبد السلام، نحن عندما نستدل به ونرفعه في مواطن التي شهد له العلماء والتاريخ بها، عند أخطأ الذي لم تجد له أخطاء فقل صلى الله عليه وآله وسلم. لما تلقى شخص ما عندهش أخطاء يشهد الشرع بأن ما يخطيش، وإذا أخطأ الشرع هو اللي على طول ما يخليش، هذا قل صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن أمة انتهى ذلك بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أنتم من ارتقيتم هذه المراقي، حتى إن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وسترون يوم من الأيام ما الشيخ الألباني محدثا فقيها في عند إشكاليات معينة، لكن محدثا سترون سيبقى الرجل وعمله سيبقى. ليه؟ لأن يتراجع كثيرا ما يتراجع، هذا صححته كان في الصحيح حطيته في الصحيح حطيته في الضعيفة أو العكس. لكن هل رأيتم مشايخكم تراجعوا؟ حتى عندما قال الله بلسانه، شيخكم يقول قال الله بلسانه، وهذه أشياء أنشد عليها أهل العلم ما حكمها، أثبت لله لسانا ينطق به، فنقول عثرة، نقول هفوة، نقول كابوة. هل اعتذر؟ كل ما قال هل اعتذر؟ لا يعتذر. من الذي لا يعتذر؟ نبئوني من الذي لا يعتذر؟ الذي يرى نفسه المستكبر يعني ولا شك كأنه معصوم، يرى نفسه معصوما، كيف يتراجع وهو الذي لا يأتيه؟ استغفر الله العظيم. فقال والله التصوف قالوا والله صوفي. باي الصوفي إذا كان هو شيخ الإسلام ابن تيمية، مجلدين أو مجلدان من فتاواه على التصوف وقسمهم إلى أقسام. اليوم أنتم وراه بيجي يوم يسبوا فيه ابن تيمية. ابن تيمية قال صوفية الرسم وصوفية الأرزاق وصوفية الحقائق، إذا قسم إلى 3 أنواع، الرسم يعني اسمها صوفي وما هو صوفي، وصوفية الارتزاق يعني يأكل بها صنع يأكل بها في أرزاق الناس، وصوفية الحقائق وهو الزهد. كل من ترجم للشيخ ابن عبد السلام العز عبد السلام المتوفى سنة 661 قال إنه كان زاهدا ورعا، وبهاتين الصفتين وافق ما أجمع عليه العلماء من على ابن تيمية. ابن تيمية حتى خصومه يقولون كان زاهد عالما زاهدا ورعا، العز بن عبد السلام أجمعوا على ذلك، كان عالما زاهدا ورعا. ولذلك اتفق في قضية السجن وقضية عدم يعني السكوت للحاكم على الخطأ، ولأن الآن غير ابن تيمية ما يبوش يخسروه، ولولا ذلك
لقالوا ابن تيمية متمرد على الحاكم. الحاكم وعلماء العصر ما يبوش يفتي بعض المسائل وهو يفتي بها ويخالف علماء عصره ويخالف علماء السلطان أقصد. نعم. والسلطان إذا ونابذ الحاكم وخالفه فيكون خارجا عن الحاكم، لكن لم يقول ذلك لأنه بسقوط ابن تيمية. نعم. يسقطون، كما بسقوط ابن حجر يسقطون، كما بسقوط النووي يسقطون. نعم. فهم يعزونهم ويمدحونهم ويقول حافظ لأنه يخشى على نفسه. الشيء الثاني، هناك كتاب. نعم. له اسمه متعلق بالقطب وبالأبدال، حتى عنوان شيخنا قال. نعم. قال قارئوه. نعم. أنا لم أطلع عليه. قال قارئوه إنه في رد ذلك هؤلاء ماذا يفعلون تدليسا على الأمة، يأتون به كأنه يثبت ذلك. انظر إلى المسألة. حين تدلف أنت عنوان. نعم. نعم. يعني في رده، فيجي اللي يقصد، هو يقصد هذا فيقول لك هذا يثبت مثل هذه الأعمال. وكذلك الرقص. نعم. تكلموا عن الرقص. الرقص لا ندري. نعم. ما هو رقصه، ما هو رقص اللي كان فيه، ما نوعه، لا نحاسبهم بأيامنا. فإن ثبت شيء من ذلك فهل هذا يسقط الرجل؟ ما دام اتصف بالورع والزهد والعلم، لأن التصوف مداره على الزهد وعلى الورع. ولذلك ذكرت أكثر من مرة الشيخ البوطي رحمة الله عليه نقض التصوف من جذوره، وكان عربا له. نعم. لما سئل قيل له يا سيدة يا سيدنا يا شيخنا خيرك ما اخذتش الطريقة على أحد المشايخ؟ قال الشيخ الذي آخذ عنه الطريقة لابد أن يكون عالما زاهدا، وما وجدت ذلك، إما أن يكون عالما غير زاهد وإما أن يكون زاهدا غير عالم. فكأن يقول الأمة ما فيش الآن عالم زاهد. العز بن عبد السلام قال مترجموه ولم يعارض أحد فيما أعلم بأنه كان عالما زاهدا ورعا، فهذا إن سبناه للتصوف فأهلا ومرحبا. التصوف إذا أنبت فيك الزهد والورع ومخافة الله سبحانه وتعالى. وسأذكر لكم مثلا، احنا في ليبيا عندنا شيخ كبير اسمه الشيخ أحمد زروق. نعم. متوفى سنة 899 هجري 899. هذا قال كلمة يعني ممكن تمشي قاعدة، قال كن فقيها صوفيا ولا تكن صوفيا فقيها، كن فقيها صوفيا. نعم. ولا تكن صوفيا فقيها. فالعز بن عبد السلام. نعم. كان. نعم. فقيا، فإن كان متصوفا في بعض الأشياء مع الزهد والورع، فإن خالف في بعض الأشياء فلا ذا يسقطه. إن أسقطه هذا فيسقط مشايخ، فإن مشايخكم يسقطون بأكبر منه وأعظم منه. واليوم يا إخواننا لا أكبر ولا يعني أحقر ولا يعني أعظم من العلمانية التي فصلتم بها الدين عن الدولة، جعلتم للحاكم أن يفعل ما يشاء لا نتعرض له، وأننا يبقى ديننا في مساجدنا وفي الأحوال الشخصية، أما الحاكم والسياسة الشرعية حتى خرج. ولما قلت لك أن منهج وطريقة من غير الشيخ خالد الضفيري هذا، هناك واحد ثاني اسمه الشيخ عبد العزيز رئيس الرئيس، هذا الذي خرج على الناس. نعم. في الأيام الماضية والأسبوع الماضي، المهم رأيته في الإعلام أنا، هذا اللي قال طلع. نعم. نعم. ليقول. نعم. ما لم يقله أحد من العالمين، ولو هذا فعله صوفي الله لا الله. جندوا له أهل السماوات والأرض، ولو فعله إخواني لجندوا له أهل السماوات والأرض، ولكن سكتوا سكوت القبور أو المقابر، لأنه طلع في الإذاعات وقال لك ولي الأمر لو يطلع قدامك كل يوم كل يوم يشرب ويزنى كأنك أحدها ينكر عليه وكان هذا ألا. يا سلام يا سلام. نعم. هذا من فعله ومن قال. نعم. به ما سلفكم جديد. ما. نعم. سلفوا بذلك. فأنتم تفصلون الدين عن الدولة. بعض أهل العلم جزاهم الله خيرا ظنوا لما نقول أني علماني أني أكفره، لا لا أكفره، هو في عقيدته يقول بذلك، لكنه يعطله تعطيلا طلبا للمال
أو خفوا أو خوفا من السلطان. ما نجيش نقول بعض المشايخ الكبار ما يتمناش دولة الإسلامية، لا، لك شي دار قسمها شيء فعله وحاسب الناس على الصغير قبل الكبير، وشيء ماذا دسه ودفنه فعطله. النتيجة مع العلماني اللي يقول الشريعة الإسلام هذا بس، مشايخهم هؤلاء يقول الإسلام متكامل، ثم ماذا يفعلون؟ يظهرون ما يتعلق بالفرد ويخفون ما يتعلق بالحاكم. والعلماني الصرف اللي هو لا ما يحبش الشريعة وما يبيش يطبقها يقول لك أنت في عبادتك بروحك ماشي الحال، دير مولد ودير عيد ودير أضحية ودير أحوال شخصية، لكن الحكم ما تقرباش. النتيجة واحدة، النتيجة واحدة يا أمة الإسلام. فماذا حتى بل وصل، والأمر العظيم أنه وصل إلى التدليس وإلى الكذب، ويؤمنوا ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أن يتركونه ويدسونه، وبعدين تحاسب لي والله تقول ماذا ماذا، ويأتون للناس كأنها مسلمات. لا، كيف تقرأ لجاه؟ اقرأ الآخرين. أنا عندي مكتبة وبفضل الله سبحانه وتعالى فيها هذا وهذا، فيها هذا وهذا، وقبل أن أتكلم في مسألة بفضل الله سبحانه وتعالى أقرأ لهذا وأقرأ لهذا. أما هؤلاء يقرأوا جاه واحدة فيأتونك بما يريدون أن تفهمه لا ما هو الحق، فيجتتون ويقصون ويعملون العمل. وإذا تتبعتهم فوجدتهم قد فعلوا ذلك مرة ومرة ومرة، سقطت أمانتهم وعدالتهم. ولذلك كيف كان يتعاملوا المشايخ من قديم، ابن تيمية ولا غيره، كيف يتعامل مع المشايخ؟ كما تعامل المحدثون، بالعدالة والضبط، بالعدالة والضبط. يأتي الشيخ فلما يعرف عدل وضابط، بمعنى ما يتعمدش الكذب وما يتعمدش الباطل، وقد يقع لأنه بشر وأنه صادق، عندما يخبرهم الحديث حديث صادق ما يقصش منه. عندما ولذلك حتى في الحديث قالوا المبتدع يروى عنا ما لم يكن المدعى المكفر يردها، والمفسقة ما لم يكن صاحبها داعية إلى بدعته. كذلك العلماء عندما مش نقرأ عليه الشيخ حتى وأنا أخالفه، مشايخنا نخالفه وفي كثير من الأشياء، ونأخذ عنهم ما لا نخالفهم فيه، لأنهم قام الصدق، دلت التجربة على صدقهم، ودل معاشر دلت على صدقهم وعلى ضبطهم، فنأخذ منهم العلم الصحيح، وما نخالفهم فيه أو يخالفهم في العلماء نتركه مع احترام. وجدت فرصة لمناصحتهم فبها، وإلا فنظراؤهم هم الذين يبين لهم ذلك. لكن هم أحدثوا للأمة قصة عدم الموازنات، وهم أركب الناس للموازنات. ولله در ابن عمر الصحابي الجليل لما قال لأهل العراق، أهل العراق هذوما يعني أهلنا وناسنا، لكن هذا حظهم، المشاكل كلها متاع الإسلام تأتي من غادي، من نجد ومن العراق، بمعنى يعني الدجال وضرب الحديث، صناعة الحديث ومقتل الحسين وكل المصائب هناك، والمقتل العظيمة في الفرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حتى في عقيدة اليهود باب لا تجد ما فيها أن تربط فرسا. فمسألة المسألة هناك يعني خرجت علينا أمور. قال ابن عمر عن أهل العراق: ما أركبكم للكبيرة وأسألكم عن الصغيرة. والله يا شيخ عبد الباسط لو أيها المستمعون، أسأل الله تعالى العلي الأعلى الولي المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهديني وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. هؤلاء استصدق فيهم مقالة ابن عمر، مقالة ابن عمر: ما أركبكم للكبيرة وأسألكم عن الصغيرة. يعني زي اللي قتل الصحابي وبعدين يجدع التفاحة من ملاها ويعني سامحني فيها والله، لا يعني يقتل صحابي ويسيل دمه
وبعدين ياخذ تفاحه يقول له صاحبه شاورت مولاه انت، هذه ما اركبكم للكبيره واسالكم عن الصغيره. في الصغائر والكل يعني يجتنب سبحان الله السؤال وكذا، وفي الكبيره علمانيه في كذب. الكذب رمسخة العداله يا ناس، تتبعوا علماءنا وعلماءكم. لو عقد مؤتمر او ندوه نتتبع علماءنا فيه وعلماءكم، فما وجدناه من علمائنا على مثل هذا من الكذب والتزليس اسقطناه، وما وجدناه من علمائكم اسقطناه. وعندها ترون من هو الذي سيسقط اغلب مشايخه. لا اعمم، مشايخي علموني ان التعميم مظنه الخطا، وربنا قبل ذلك علمنا بقوله ومن اهل الكتاب في اغلب مشايخكم سيسقطون، وسيسقط من مشايخنا القليل. لا عصمه ولا نزكي. ليش حس مفشل؟ نعم. هذه مسألة ينبغي، لكن نبي طلبة العلم ونبي الناس اللي يعني عندهم عقل وعلم، والعلم اليوم سهل توفر لنا يا إخواننا، توفر لدينا بهذا بالنت وبالمكتبات الرقمية وبغير ذلك. باستطاعتك عندما يقول شيخ وما شيخك مسألة ترجع إليه وتراه إن كان صادقا أو إن كان كاذبا. فالمسألة وهذا هو الضبط وهذه هو العدالة. نعم وهذا نعم. الذي ولذلك قالوا الشيخ ابتسل لابد أن يجتمع فيه أمران، أن يكون عالما وتقيا، بالعلم يدفع الشبهات وبالتقوى يدفع الشهوات. ما يقولش والله مشتقي تواني يحبسوني تو يضربوني تو نقصوا علي الماء لا أو المال، لا، العلم يدفع الشبهات والتقوى تدفع الشهوات. فهؤلاء العلماء أضرت بهم عدم التقوى وعدم الخوف من المولى عز وجل، فعبدوا الحكام وعبدوهم للناس. وأقول لكم إن الورع والزهد مع العلم هما اللذان ينبغي أن نقتدي بعلماء أو بعلماء يجمعون مثل هذا، بعلماء يجمعون مثل هذا. وضربت مثلا بالعز وضربت مثلا بابن تيمية عليهما جميعا رحمة الله سبحانه وتعالى. فيا أخي أيها المسلم، يا خطباء المساجد، يا أيها العلماء، ابتدئوا ونادوا بأعلى أصواتكم وقولوا اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا تذل فيه تعز فيه وليك وتذل به عدوك، ويعمل فيه بالمعروف ويتناهى فيه عن المنكر أو عن الفواحش، أو كما يقول بعضهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية. وإن كان المسألة بالعدو أولى حتى لا ندعو على أهل الذنوب، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. هذا أمر من ديننا ومن سلفنا، وبتتبعنا لما يكتب هؤلاء وجدناهم ماذا يفعلون؟ يفعلون ما فعل العلماء والقسيسون بدين النصارى إلى أن انقلبت عليهم أوروبا وقالوا أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، لأنهم ما حملوا الرسالة وإنما جعلوا النصوص ومهدوا النصوص لحكومات ظالمة ليست على الحق، أذلت الإسلام، أسقطت الجهاد. الآن يعني يخطب خطبة إذا أرضت أمريكا نجا، وإذا أغضبت أمريكا لم ينجو. هذا بالله عليك، ما زالت تقول لي يعني وإن جلد ظهرك، هذا جلد ديني، هذا جلد عزة ديني، هذا جلد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يقع يعني شيء في
أنت تركت لي المجال ولم تترك لي حتى الأسئلة للناس، فليعذرني الناس. لا بس ظننت أن الوقت لم يذهب فذهب الوقت. نعم. فليعذرنا من أراد أن يسألنا، لأن الخطبة عظيم وإن المسألة عظيمة، ينبغي لعلماء الجامعات، طلبة العلم في الجامعات وعلماء الكبار يعني في دار الإفتاء وفي غيرها أن يتبصروا وأن يتبينوا. والله هؤلاء سكتنا عنهم، سكتنا عنهم مرارا، قلنا يرجعون، إخواننا بغوا علينا لعلهم يرجعون، فظنوا أن ذلك ضعف وأن في ذلك ضعفا وأن هذا من قلة الحيلة وقلة الدليل، فانتفشوا واستعظموا أنفسهم وظنوا أن باقي المسلمين يعني من القوم الضالين. فلو انبرى عليهم علماء الأمة بمنبرهم عليه في الأمة لا رأيتهم كما كانوا من قبل، يعني والتاريخ خير شاهد، وطلبة العلم يعلمون ما أعني. فالمسألة يا طلبة ويا إخواننا، أراهم مش ما فيش علم، والله في رد عليهم، والله في بيان، لا، كنا نقول يعني يكفي من تمزيق الأمة وتشضية الأمة، لكن ماذا نفعل؟ فعلوا معنا كما يفعل جار السوء. جار السوء تطأطئ الرأس وتسامحه وتغفر عثراته ما هو عليه من الصلف، فإن أحاط به ضميره قال له أنت ما تنفع شيء، وهذا رجل كبلك بمعروفه، وإن أحاط به الشيطان قال انظر إليه، كلما ازددت كبرا عليه وإذان ركع وسجد لك فيزداد في ذلك في غيه. هذا ما فعلوا بنا بالأمة. أرأوا الأمة ساكت عليهم أو تتكلموا كلاما يسيرا، فظنوا أن الحق المطلق معهم وفيكم من العورات، وخاصة عند المتأخرين منكم، والله فيكم من العورات ما فضعه تتوارون به وراء الحجب ووراء الجبال الراسيات، ومن كان بيته من زجاج فلا يقذفن الناس بالحجارة، فلو سكت العلماء دهر فترة فلن يسكتوا دهرا، وسينبري العلماء عليكم وسيبينون لكم خطأكم وأنكم تدعون الحق المطلق وأن أئمتكم لا يخطئون وأن الأصل فيهم غير الخطأ، فإن أخطأوا فهو العارض، وأن أئمة باقي الأمة الخطأ فيهم هو الأصل والصلاح أو الحق فيهم هو العارض، وربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيك، حفظكم الله شيخنا، وبارك الله فيكم في هذه الساعة برنامج الإسلام والحياة، جزاكم الله خير. ويعني فعلا الحديث كما ذكرت شيخنا الحديث مهم جدا، ويعني فعلا هناك تطفيف في المعاملة كما قال الله سبحانه وتعالى ويل المطففين، نعوذ بالله من ذلك. جزاكم الله خير شيخنا، ونسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن يبارك في أعمالكم وفي علمكم، وينفع الله بكم الإسلام المسلمين. وشكرا إخوتي أخواتي لحسن الاستماع والإنصات والمتابعة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاهدون إعادة هذه الحلقة يوم غد في تمام الساعة 5:05 فجرا، ويعاد عند 12:05 ظهرا. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.